كيف كتلاحظوا معنا من بعد هذه 3 شهور هذه جانا القرار من عند وزارة الداخلية باش نفتحوا المقاهي ديالنا، والحمد لله احنا على كل حال احنا مستعدين باش نحلوا وفرحانين الحمد لله. كما كتشوفوا الكليان ديالنا راهم توحشونا وفرحانين معنا. درنا المعقم ديال اليدين ودرنا الكمامات واستعملنا المسافة ديال ما بين الطبلة والطبلة، طبلة خدامة وطبلة لا. تقريبا حلينا مع 6 ديال الصباح والكليان ديالنا بداو تيجيو مع ديك 6 ونص 7 بداو، والكليان فرحانين الحمد لله وراهم كيف كتشوفوا راه ناشطين بهذا القرار هذا. من قبل الحجر الصحي كنا شويه عيانين، شويه القضيه ناقصه بزاف كاع، والحمد لله كما كتشوفوا حنا صلحنا المحل ديالنا وعاودنا بحال عاودنا من جديد. الكليان تا هو راه متعاون معنا، تا هو كيشوف هذه المساله هذه في الصالح ديالو، ملي كتبان ليه القهوه عامره كيرجع ما تيدخلش، وكتكون المسافه ما بين الكليان والكليان. المهم اليوم ان شاء الله فرحانين بزاف، حيت اول نهار لينا ما يتحلل لينا حجر صحي، واليوم شفنا القهوه وجلسنا، المهم جمعنا مع الحباب وفرحنا مزيان. المهم تبارك الله عليكم الناس. النظافه هي الاولى والتعقيم اللي كيدير الكليان، الطبالي عندنا واحد المسافه ما بين مترو ومترو ونص، والزبائن تنفرقوا ما تنخليوش يتجمعوا جوج ثلاثه واحد واحد. لا مزيان كون احسن من كيف كان، باش تمشي تدريجيين. والحمد لله دابا الزبائن بدات تعرفوا بدات تحركوا شويه، بدات خصهم يولفوا. دابا النهار الاول تجي شويه ناقصه، ومن بعد غادي يولفوا عاوتاني، تمشي بقاو تتجمعوا كما كانوا قبل. والحمد لله من هاد الجهه تهز شويه بشويه هذا هو الربع الحمد لله. الحمد لله اجواء عاديه من بعد 3 شهور ديال المعاناه بطبيعه الحال. الحمد لله كلشي داير بخير، ما كاينش شي تخوف، حتى السيرفور كما كتشوفوا ديال لي بافيت لي غون ديالو. الحمد لله هادشي اللي بغينا، كاين شويه الحريه، كاين ارتياح كبير. 3 شهور كما كيقولوا ما سرحنا رجلنا في قهوه، دابا الحمد لله ربي كبير، نتمناو من هذا الوباء يبعد علينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.